المستعفى يقول له الطار ما يكتر لأنه لا حق للطار أصلاً بخلاف الحاضر. ربما يعني إذا وجد الأكل والشرب أفضل مثلا. نعم الحاضر الناس لا يجب عليهم لأنه صام نكلاً أو قضى رمضان في غير رمضان صام قضى رمضان في غير رمضان ثم جامع لا تجب عليه الطار لأن هذا لحرمة الشهر لا لحرمة الصيام.